أهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من محافظة المنيا في لايف جديد. احنا الآن نقف على واحدة من الترع التي تم الانتهاء من تبطينها، والمياه تسري بداخلها. طبعا احنا مشروع تبطين الترع في محافظة المنيا يجري على قدم وساق للانتهاء من المشروع في التوقيت الزمني والمواعيد المحددة للانتهاء من مشروعات تبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة. وفي محافظة المنيا تم الانتهاء من العديد من الترع من تبطينها والانتهاء منها بشكل كامل، وزي ما حضراتكم شايفين معانا في الصورة ان المية بتسري في الترع عقب الانتهاء من اعمال التبطين. يعني هنلاقي ان الترع في هناك ترع تم الانتهاء من تبطينها وترع اخرى ما زال العمل قائم بها. طبعا كان في تصريحات من مسؤولي الري ان هناك 104 ترعة جاري العمل بهم في محافظة المنيا، ونحن الان نقف على واحدة من الترع اللي تم الانتهاء منها، ودي تعتبر واحدة من اطول الترع اللي موجودة، وهي الترعة المقابلة لمصرف المحيط. زي ما قلت لحضراتكم ان يعني احنا بنقف على واحدة من الترع اللي هي تم الانتهاء منها، والترع اللي تم تبطينها ساهمت بشكل كبير في وصول المياه لنهايات الترع، ودي كانت مشكلة بتواجه المزارعين خلال عملية الري. لكن الان اصبحت اعمال تبطين الترع والانتهاء من تبطين الترع قضى على المشكلة بشكل كامل، وخلى المياه وصلت لنهايات الترع وفي سيولة في سريان المياه، بالإضافة إلى الحفاظ على المياه ووصولها للزراعات والمناطق البعيدة خاصة في النجوع. وزي ما حضراتكم شايفين معانا شكل الترع بعد أعمال التأهيل والتبطين أصبح يعني شكلها متميز وحضاري جدا، وكمان يعني ان هو ساهم بشكل كبير في وصول المياه لنهايات الترع، ودي يعني قضى على مشكلة كبيرة كان يعاني منها المزارعين بشكل كبير طوال السنوات الماضية. لكن مع اعمال التطهير والتبطين وتأهيل الترع اصبحت تلك المشكلة غير موجودة بالمرة، وزي ما حضراتكم شايفين معايا ان المية توصل كل الزراعات، وهناك حالة من الارتياح لدى المزارعين بعد يعني عملية تأهيل وتبطين الترع ووصول المياه بشكل سلس إلى نهايات الترع. خليني اقول لكم ان يعني في متابعه مستمره من قبل الاجهزه المعنيه داخل محافظه المنيا، سواء من الري سواء من المحافظه، على الوقوف على تلك المشروعات والانتهاء من تنفيذها بشكل سريع وفي المواعيد المحدده لها. فهناك متابعه مستمره وتواصل في العمل. يعني انا عاوز اقول ان العمل هنا بيجري على قدم وساق بمعنى الحرفي للكلمه، فهنا العمل بيجري يعني طوال اليوم وطوال الليل، في النهار وبالليل. يعني زي ما بقول لحضراتكم بالليل يتم تشوين الأحجار والأسمنت والمواد الخاصة بعملية التأهيل والتبطين، وبالنهار تتم عمليات التطهير لحين وصول عملية التدبيش وصب الخرسانة إلى المنطقة المراد العمل بها، وذلك من أجل فقط الوصول إلى أقصى درجة من الدقة في عملية التنفيذ. وده الشكل النهائي للترعة زي ما حضراتكم شايفينه معايا، والمية بتمشي فيه يعني في منتهى السهولة، لا يوجد أي عوائق للمياه داخل الترع المبطنة، والمية في هذه الترع بتوصل إلى نهايات الترع. يعني إذا كان تم الانتهاء من تأهيل وتبطين
الترعة التي نقف عليها، فهناك على الجانب الآخر أعمال تجري لأعمال التأهيل والتبطين على الجانب الآخر في ترعة مقابلة لهذه الترعة التي تم الانتهاء منها وتم تبطينها. يعني زي ما بقول لحضراتكم وبأكد على فكرة أن العمل يعني جاري على قدم وساق، وهناك سباق مع الزمن للانتهاء من أعمال التأهيل والتبطين للترع بمحافظة المنيا. وزي ما قلت لحضراتكم ان يعني كان في تصريحات ان في 104 ترعة جاري العمل بهم، وهناك نسب مختلفة في أعمال التنفيذ، فمنها اللي تم تطهيره واستعدادا للتدبيش، ومنها اللي تم تدبيش، ومنها اللي تم صب الخرسانة الخاصة به. لكن خلينا أقول لكم ان مفيش مكان الا وتلاقي فيه العمل شغال طوال اليوم وفي الليل، ايضا يتم تحريك السيارات لعمل نقل الاحجار الخاصة باعمال التدبيش، وهنشوف معاكم الترعة اخرى يتم تدبيشها. زي ما قلت لحضراتكم ان زي ما شفنا الترعة اللي تم الانتهاء منها، ده العمل لسه بيجري في واحدة من الترع ايضا التي لم يتم الانتهاء منها وجاري العمل فيها. العمل بيبدأ من الصباح الباكر جدا وينتهي اخر النهار يعني مع غروب الشمس، لكن ده انتهاء اعمال التدبيش والصبة والخرسانة. لكن يبدأ عمل جديد لرحلة تأهيل وتبطين الترع في تشوين الأحجار والإسمنت والمواد ومستلزمات أعمال التبطين والتدبيش. كنا معاكم من محافظة المنيا، وكان معاكم حسن عبد الغفار مراسل اليوم السابع بمحافظة المنيا.